يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نروح لفاروق. فاروق برحب بيك في البدايه طبعا، وعايز اطمن من خلالك على اجواء الاستاد قبل استضافه مباراه اليوم، المباراه الهامه بين الاهلي ومصر. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لزميلي العزيز شريف شعبان في التغطيه اللي نقدر نقول الكافيه والوافيه لمقر اقامه فريق النادي الاهلي. وخليني في البدايه ايضا ان انا ابارك لك وبارك لكل المسؤولين في قناه النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي على فوز قناه النادي الاهلي بجائزه افضل قناه رياضيه بالتصويت الاستفتاء للجمهور العربي. طبعا دي بتكلل شغل وتعب منظومه عمل كبيره جدا في قناه النادي الاهلي. نقرب من الصوره بقى ونتكلم على استعداد استاد الاهلي و السلام لاستضافه هذا اللقاء. خليني اقول لك ان النهارده الاستاد بيتزين لاستضافه ضربه البدايه للنادي الاهلي واول خطوه نحو الوصول للدرع رقم 43 ومواجهه فريق مصر المقصه. عايز اقول لك اللوحه فنيه اكثر من رائعه. الاستاد يعني زي ما قلنا بيتزين النهارده لاستضافه هذا اللقاء، تجديد تام من قبل المسؤولين. طبعا انت عارف ان المباراه من تنظيم النادي الاهلي، تجديد تام على كافه الاجراءات الاحترازيه. ايضا المراقب الطبي الموجود من قبل الاتحاد المصري بيتابع كل الامور، بيراجع كل الامور الخاصه بالتعقيم سواء في غرف خلع الملابس او غرف الحكام، وايضا الاماكن اللي هيكون متواجد فيها سواء الصحفيين او بعض من الجمهور. تجديد تام على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. طبعا انت عارف في تجديد تام طبقا للبروتوكول الموضوع من وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه يا امير. ايضا لو هنتكلم بقى على اللقاء يا امير، انت عارف ان ضربه بدايه أكيد. ودايما البدايات بتفرق اكيد طبعاً. النادي الاهلي طبعا تجديد الدوافع، يعني خلينا نقتبس كلمه الزميل كريم احمد في تجديد الدوافع وخلق دوافع جديده لعيبه النادي الاهلي. سريعا بنخلق صفحه، بنفتح صفحه جديده، بنقفل صفحه. عمليه تجديد الدوافع ومستر بيتسو موسيماني واول ضربه بدايه ليه مع النادي الاهلي في بطوله الدوري، يقود الاهلي من بدايه السيزون. طبعا مستر بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره امير كان بيعكف على دراسه فريق مصر المقصه اللي بيقوده جهاز محترم ممثل في الكابتن إيهاب جلال، ودايما من المدربين اللي بيجيد اللعب امام النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني شاهد اكثر من لقاء لفريق مصر المقصه ووقف على بعض النقاط الايجابيه والسلبيه. طبعا في بعض اللاعبين يعني خرجت من فريق مصر المقصه لكن بيحتفظ لسه بقوامه الاساسي. انت استعرضت برضو بعض الغيابات يا امير، وبرضو انا هزيد على معلومه شريف لما قال ان مصطفى شوبير، بالفعل مصطفى شوبير كان شارك مع فريق اللي خرج من القايمه وانضم لفريق الشباب اللي كان بيلعب منذ لحظات مباراه امام فريق في الجولة الثالثة لدوري الجمهورية للشباب على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، ورجع سريعا لمقر إقامة فريق النادي الأهلي عشان يتحرك. ودايما بنقول عليها اللي هو الدافع يا أمير وحالة التركيز اللي عند النادي الأهلي من الفترة الأخيرة. برضو يا أمير نقدر نقول مستر بيتسو موسيماني طبعا في ظل غيابات جونيور أجايي ومروان محسن وأحمد ياسر ريان، النهاردة في الفترة الأخيرة كان بيستعين بمحمد شريف في مركز رأس الحربة الصريح، بيجرب محمد شريف. هل يعني مستر بيتسو موسيماني هل هيدفع النهاردة بمحمد شريف في مركز رأس الحربة من بداية اللقاء؟ أيضا بيميل شوية هنشوف كل هذه الامور. مش عايزين نحرق التشكيل او الفكر الفني اللي ممكن يكون عند مستر بيتسو موسيماني، لكن في كل الاحوال انا بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا، وبشكرك يا شريف شكرا جزيلا، زمايلي الاعزاء اللي كانوا معانا من مقر اقامه النادي الاهلي وايضا من استاد الاهلي والسلام.